إذا مشاهدينا رجعنا ومكملين وياكم وضيف جديد مثل ما عوديكم دائما احنا بكل حلقة. واليوم راح نقهر العبد الله، مو بس طلعنا تقرير عن الطبخ ولكن حنتحدث عن الطبخ. جايبين صاحب مطعم كامل بوجود طبعا ضيفنا اللي منورنا لهذا اليوم، هو مدير احد المطاعم سواء في اقليم كردستان او سلسله سوريا. المطاعم اللي كانت موجوده في الشام، الاستاذ محمود جزائر. اللي يسعد صباحك. اهلا وسهلا، يسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين. صباح الخير استاذ محمود. اهلا وسهلا، وسعيدين بوجودك هنا. الله يسلمك. انا سعيد بنفس الوقت راح انقهر من ثلاثه راح تحكينا اياها اكيد راح تاذينا، يعني احنا بعدنا مترقين الصبح فعلى كيفك ويانا بالاكلات. يعني اعطينا اياها شوي بالتدريج، الخفيفه ثم الثقيله. يعني نبلش بالباتشا انا كان الباتشا الصبح باتشا عندك، يعني معناته عندك خبره بالاكلات العراقيه المشهوره. والله يعني مو كثير، بس هي يعني دائما الثقافه ما كثير بعيده عن بعضها، يعني صحيح يعني كثير قريبه لبعضها. نحن دولتين متجاورتين فاكيد لازم يكون الاكل نوعا ما بيشبه بعضه، ولكن احيانا بيكون في شويه اختلافات. بس يعني السوريين اكلتوا باتشا ولا بالعراق؟ هي موجوده العراقيه ما اكلتها لانه بعرف بياكلوها الصبح بكير. اي صح، حتى يفتح بالستة العصر. نحن عندنا هيك اكلات تتاكل بالليل. صح. طيب نبدي باعتبار احنا مقبلين على شهر رمضان المبارك، واكو اكلات سوريه او المطبخ السوري يختص بهذه الاكلات بشهر رمضان المبارك. احكينا بصوره عامه واحكينا بمطعمك اللي هو سمعت عندك سلسله كبيره من المطاعم، ليس فرع واحد يعني هذا الشكل. نعم. سوري هنا انا ما ادري كم فرع عندك. هون فرع واحد. فرع واحد ان شاء الله صار عندك سلسله مطاعم مثل سوري اسمه طيبات الشام. اذا نعم. شنو اللي يميز هذا المطعم عن المطاعم السوريه الاخرى؟ هلا بشكل عام المطاعم السوريه كلها متميزه وبتشبه بعضها، يعني الاكلات نزل فيها الاسماء نفسها زين، بس احيانا ممكن الطريقه تختلف شوي. فمثلا عندنا الفروج المحشي. زين. فروج المحشي في ناس بتحط الرز بتحط فوق الفروج بسموه فروج محشي. فوق فوق الرز مثلا، احيانا ممكن داخل الفروج. احنا عندنا داخل الفروج اسمه داخل فروج محشي، داخل الدجاج اسمه دجاج محشي. زين. اسمه دجاج محشي. هلا نحن عملناه بطريقه شويه هيك فيها 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 ابداع يعني. زين. شنو فنحن نسحبه من العظم نهائيا. نخليه هيك مثل الشرحه الكبيره، نحشي الرز وبعدين نخيطه. فبيطلع بطريقه يعني غريبه يعني شوي. اي يعني نوع من الابداع. حتى شكلها يطلع ما تشبه الدجاجه، يطلع هيك. ايوه. شايف طولانيه يعني؟ طولانيه. ما شايف انا بصراحه، بس تخيلت على بالباتشا في شغله هي الراس تتخيط شو اسمها الكيبايات. الكيبايات يسموها بالعراق اي كيبايات. قصد المنبار؟ الكرشه. قصد المنبار؟ الكرشه. الكرشه مو المنبار. بعد هاي تجمعت الموصى الباتشا خبره. الكرشه مو تتخيط؟ زين. يصير اسمها كيبايات. المهم انا إيه يمكن شفتها هو يشبه بس طبعا كبير. حيكون عندكم صفحه اتصور طيبات الشام؟ اي عنا عارضين موضوع الدجاج المسحب. اي عنا صفحه على الفيسبوك اسمها مطعم طيبات الشام اربيل. بالضبط، هو لهذا انا شفت هاي. شفت بعدين اذوق. اي وحتى يعني العمليه شاور ما شاور ما اسمها. فنحن سويناها بطريقه انه تصير طبقات مكدسه هيك فوق بعضها بالصحون. شكلها حلو مع كامل مقبلاتها. أي. يعني ابداع، بس لانه العين بتاكل. صحيح. يعني هو لازم العين تحب الاكل قبل التزوج. هذا تحكي به استاذ محمود، يعني فعلا هو اللي يميز المطاعم السوريه عن المطاعم العراقيه. نعم. طريقه تذويق الصحن، ترتيب الشكل، الوانه وطريقه ترتيبه تفرق عن المطاعم العراقيه، فعلا العين تاكل مثل ما انت تقول. استاذ محمود، اكو يعني اكلات معينه مثلا تطرح بشهر رمضان بالنسبه يعني الاكلات السوريه؟ اي مثل شنو يعني؟ هلا هو كل الاكل ما في شيء خاص برمضان ما يتاكل غير رمضان، أشهر ولكن برمضان بتركز على بعض الاكلات اللي ما بتعمل تلبكات مثلا بالمعده او قصدك الفطور مشاكل. اي عند الافطار. اي عند الافطار. اي صح. زين. يمكن او ما تعطش. اي فاكلات اللي فيها لبن عند الافطار، الاكلات اللي فيها لبن طريه يعني بيجي اللبن، وفي عده يعني انواع، في الكبه يعني اللبنيه مثلا، الشاكريه. شيخ المحشي. زين بس دقيقه، شيش براك كانت فاهم. بس انت رايحه سوريا وتعرفين وحضرتك يعني مدير المطعم، شنو الشاكريه؟ شنو هاي؟ خلينا نفتهم. هن هدول اللي عديناهم كلياتهم هو اللبن بينطبخ بطريقه خاصه طبعا. يعني عبد الله بدل المرقه عندنا هو اللبن. اها. فول باللبن. اي صين.
هذاك يعني شيء ثاني. طرق طبخ اللبن بس مختلفة. زي اللبن اللبن ينطبخ بطريقة خاصة فيه يعني للأكل هذا. مو يعني نخبطه يعني مو هو مقبلات اللبن مع الأكل، هو الأكل نفسها. نخبطه ويتم وناكله ويأكل هيك. لا ينحط بداخل اللبن كبة. كبة. أها. بس هي الكبة حشوتها تختلف عن الكبة العادية. حشوتها خاصة. يعني حتى كل شيء يختلف. إيه. فهي بقلب اللبن. أي. تتاكل مع رز طبعاً، تاكل أنت الكبة مع اللبن ومع رز. زين والأكلة الثانية هاي قلتوها شو اسمها؟ شاكرية. شاكرية شنو؟ شاكرية اللبن نفسه. زي. بس بدل ما تحط كبة بتحط قطع لحم. قطع لحم. وأكو ناس تحط دجاج. ناضج تمام أو دجاج. أي. طبعاً وبمن نكهات يعني. إيه. الشيش برق. هي قطعة برك صغيرة. قطعة عجين عبد الله هي. بورك. بورك. بورك كمان محشية. هم تنحط باللبن ولا لا؟ ما تنحط باللبن، تنطبخ مع اللبن. اذا هاي ثلاث اكلات هي كلها توضع باللبن بس. وشيخ المحشي. الشيخ المحشي نفس مالتنا؟ لا طبعا. يختلف. كوسا. كوسا. شجر. شجر بيقولوا لها بالعراق شجر. عندنا هم شجر نفسه. اي صغيرة بدها تكون طبعا. بتنحشى لحم وبصل. كمان باللبن. كلها باللبن. فهي اكلات لبنيات. صحيح. بنسميها نحن كلها باللبن. هذا الافطار ايضا يعني. هذا نوع من الانواع، في انواع كثير تقدر تستاكلها يعني. صار محمود انا سؤالي يعني هسه بالبيت السوري هاي الاكلات موجوده لو هاي بس بالمطاعم يعني؟ لا هاي موجوده الفطور بكل المائده السوريه بالافطار هذا. ايه. موجود الاكل نفسه موجود هذا الاكل. ولازم تعرف هسه في 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 تشكيله اكبر هلا هو موضوع المقبلات كثير مهم. يعني عندنا نحن موضوع المقبلات احيانا بتكون المقبلات اضعاف الاكل عن العراقي. احيانا تاكل مقبلات تشبع ما تشبع. تحتاج الوجبه الرئيسيه. شنو عندكم مقبلات مثلا اشياء؟ الفتوش. زين هذا تسمعوا فيه الفتوش؟ انا عرفته الفتوش. ما ضل عراقي ما يعرف الفتوش. اي يعني ممكن اكو واحد ما يعرف عادي يعني. ايه. المطاعم هسه كلها العراقيه يعني صارت بالمينيو سورية. اكو فتوش صارت. ايه. ايه. صارت ثقافه الاكل السوري انتقلت. هو المقبلات هو شيء طيب اسمه مقبلات بيعبر عن معناها انه صح. تخليك تقبل تاكل بس انت راح تاكلها ما تاكل غير شيء. احيانا بتكمل اكلك بالمقبلات تشبع. صحيح. ما بدي اقول لكم تجربتي هم يعني باعتبار يعني عشت فتره طويله بمصر على فكره يعني بالفتره اللي هي صار بيها السوريين دخلوا الى مصر بسبب الاحداث الامنيه هاي اللي صارت يعني بكل الدول العربيه مو بسوريا. شوارع كامله انلغت المطاعم المصريه وصار اكو سيطره على المطاعم السوريه بالسوق المصريه يعني وصاروا المصريين خلص يعني يطبخون بالبيت الاكل السوري. يعني من دخلت هاي الثقافه من اسيد كانت تحكي على دخول ثقافه الاكل السوري للمطاعم العراقيه او المائده العراقيه يعني مو بس بالعراق يعني شيء طيب الناس رغبتها وغريب والمقبلات هاي تشتهرون بها انتم يعني اكيد. استاذ محمود انت طبعا يعني اللي يعرف سلسله مطاعمك بالشام انا قلت لك يمكن قبل ما نطلع على اللايف قلت لك الفطاير تتميزون بها بشكل كبير جدا اللي يعني او ما يسمى المناقيش او هيك شيء. شنو الفرق بين مثلا عجينه وعجينه؟ الفرق بالعجينه، الفرق بالحشوه، الفرق ليش محل عن محل يفرق؟ هلا هو سلسله هي متكامله. يعني اي حلقه بتقطع السلسله بطريقه لازم يكون العجين صح، لازم يكون التتبيله صح، المواد اللي تنحط بالعجين، لازم يكون الفرن نفسه صح. يعني كله بيكمل بعضه. بالنتيجة بناخذ نتيجة صح وقت بيكون كل شيء صح، ما بيكون في حلقة ضائعة. شفت إقبال بالمجتمع العراقي مثل الموجود بالشام؟ يعني احنا مجتمع يعني يحب الأكلات الدسمة، اللحم. تمام. فهالفطاير والمناقيش عندنا ياها يعني معظم وين شايدة الصبح عصرونية يمزحون يتشاقون بها العراقيين، فأنت شفت من فتحت هنا في إقليم كردستان اللحم بعجين. إقبال؟ لحم بعجين يعني ايش شغلة بها لحمة يعني؟ هي لأنها دسمة. من بيها لحم. مثل ما تفضلتي كلامك صح لانه دسمه لحمه بعجين يحبوها بس الجبنه ما يحبوها مو ما يحبوها يعني قليل الاقبال عليها يعني. الجبنه بينما عندنا بسوريا اللحم اكله قليل الاقبال على الجبن خاصه يعني بوقت الفطور بشكل يعني. بشكل عام بسوريا في ثقافه اكل الاجبان والالبان اكثر من هون انا هيك لاحظت والخضار صح. ولذلك كنا عم نحكي نحن قبل شوي انه المقبلات هي مجموعه خضار صحيح هي صحية عمليا أكثر من اللحم والدسم طبعاً والدهن طبعا هي صحيا إيه ما تشوف احنا ماكو عراقي ما يحمل الكرش يعني هذا بس انا يمكن بالعراق كله. استاذ محمود يمكن حكينا على الفطور زين السحور
هم عندكم فد اكلات تتميزون بها انتم كمطبخ سوري او مطعمك يعني؟ السحور نحن عندنا بسوريا يختلف عن العراق، كمان وقت كنا عم نحكي عن الباتشا انه بتتاكل الصبح. نحن الصبح دائما الاكل خفيف. سامحوني بس اريد لك ملاحظه، يعني احنا الباتشا ناكلها الصبح والظهر والعصر وبالليل. ايه يعني الصبح نتريق باتشا ونتغدى باتشا، واذا واحد ما بين الوجبات جاع العصر ياكل باتشا، والعشاء يتعشى باتشا. معناها امتى تاكل اكل خفيف؟ يعني يا قصدي هي تاكل خفيف، قصدي انه هي تاكل في اي وقت عادي يعني، هي مو بس بالليل. فانتم شنو عندكم احكي لي للسحور؟ دائما متمملك موضوع الاجبان، الالبان، فول او حمص، حمص بالطحينه المسبحه هذا كمان بتجي، البيض مع بالاضافه للسلطه ممكن مربيات، بس دائما لازم الشاي. شاي طبعا احنا دائما الشاي لازم ضروري. هو طالما بدنا نحكي على الشاي يعني طرقنا المشروبات، المشروبات اللي برمضان اللي تشام انا اعرفها بس احب يعني التفاصيل من عندك. يعني احنا مشروباتنا او نسميه احنا الشربت او العصير غير اللي موجود ببلاد الشام برمضان. نعم. شو مجهز انت بفتره رمضان بالمطعم عندنا المشروبات ما بتختلف بين عنا وعندكم، في نوع من المشروب بس عنا مميز إضافي بس ما بيحبوه. جلاب. مو جلاب، جلاب موجود يمنا وموجود عندكم. شنو؟ العرقسوس. عرقسوس موجود عندنا. عرقسوس موجود بس الموصل هي بس اللي تشرب عرقسوس برمضان بكثرة غير طبيعية. يعني تمام. كلش يحبوا أهل الموصل لأن يعني قريبين أصلا على الثقافة السورية. بالضبط. بينما مو كل الناس تستسيغه. انا بالنسبه لي ما احبه. اي لا انا احبه عادي، ما يعني ما استسيغه. هو يعني له طعم خاص يختلف، لا فيك تسميه حلو، لا فيك تسميه مر، لا فيك تسميه حامض، يعني ما فيك غريب غريب، ما فيك تشرح شلون طعمته. هو صحي يعني اعشاب طبيعيه هي. هو انا يعني ادري يشربون مثلا قمر الدين، عصير قمر الدين او عصير قمر الدين. قمر الدين مشهورين فيه عندنا يعني. صح صحيح؟ اي صحيح. احنا ايضا عندنا عبد الله، عندنا زبيب، تمر هندي، احيانا كنا نسوي نومي بصره تسوي عصير برمضان، يقال انه هو يعني يطفئ العطش طبعا بالاضافه للليمون والبرتقال. الاشياء هاي اللي تنطي الطاقه يعني وتروي الصائم يعني. نعم. بعد فتره الصيام. استاذ محمود مثلا هسه كل واحد يطلب لي اي مطعم سوري سواء اكلات يعني شرقيه غربيه او اختصاص اكلات سوريه. شوف تعرفون هاي الشيشه مال معجون؟ شو اسمه هاي الشيشه مال معجون انت؟ شيشه مال يعني معجون. يعني علبه قزاز متصفطات هيك سره والوان. شنو هاي الاشياء؟ اكو بيها هيك ابيض لبنه اعتقد، عرفتها؟ وبيها سوبر ماركت انت تقصد؟ لا بالمطعم يعني مطعم فلافل او مطعم هاي الدعابل البيضه. هو يقصد بس اكو انواع مو بس هذه اللبنه العربيه يعني الخام البيضه اللي قبل ما تضيف لها قبل ما تحطها. انت هدول اللي عم تحكي عنهم هن اشياء بحطهم للزينه. الزينه فقط هذه؟ هذا يعني هو حاط هيك بس يعني مرات يستخدمها. لا هو يقصد الجبنه القريش، يقصد اللبنه البلدي. هي انواع وليس نوع واحد. يعني قطع هوايه. و شنو ايش تقصد؟ ممكن المخللات مثلا. مخللات هم جزء من المخللات. زين صدق المخلل شنو عندكم؟ المخلل اللي يشتهر عنه بالعراق يختلف عن المخلل العراقي، الطرش العراقي. اكيد تعرف الطرش العراقي. عندنا كل الانواع تصير مخلل، حتى الطماطم. طماطم؟ حتى الطماطم تصير مخلل. في العوجب شو اسمها عندكم ما بعرف؟ انجاس. هي اللوز يعني. العوجب تقصد اللوز الاخضر. اللوز الاخضر اي هو موجود هذا كمان العراق. هذا كمان نسويه نحن ما عندنا يعني صار يوصل من سوريا. الجانري كمان لونه اخضر، هو اسمه بالعراقي نحن نسميه الجوجل. هسه الجوجل هم يصير طرشي؟ اي هو حسب بالعراق هم يحطوه بعض الناس. حتى الباذنجان يصير طرشي. مكدوس عندكم؟ لا غير المكدوس. غير المكدوس عندكم مكدوس وهاي بمناسبة المكدوس والباذنجان. الباذنجان لوحده يسوي أكثر من 30 نوع من الأكل. حتى عندنا قصة طريفة إنه واحد دخل ضيف قال له شو بدنا نغديك عنا ونعشيك ونطعميك شو عاملين؟ قال له والله باذنجان. يوم باذنجان الأكل. فإجا سوى له مقلوبة. هي رز عليها باذنجان. مقلوب. ثاني يوم قال له اليوم شو الاكل؟ قال له والله باذنجان. بس غير اكل شنو؟ بس هواله هو فتت مكدوس. كمان لحم ولبن وفته. ثالث يوم شو الاكل؟ باذنجان. بس هواله مكدوس. رابع يوم باذنجان. ففي اكل كثير من الباذنجان. صحيح.
استاذ محمود، السؤال يمكن المهم المتابع الان اللي شاهدنا وسمع اسم مطعمك، مطعم طيبات الشام، وموجود باربيل، واكيد راح تقول لنا عنوانه بعد شويه. شنو الوجبات راح تقدمها انت برمضان، سواء الافطار وايضا عندك سحور؟ فتره السحور لو ما اكون مطعم لا في سحور. اذا هو خلينا نعرف البروجرام، يعني راح تسوون ايش، حتقدمون اكلات السحور حتى اللي يريد يجي المطعم يعرف هو شنو انت تقدم بالفطور والسحور. طبعا احنا عندنا المنيو، المنيو حيكون بشكل دائم موجود، يعني مو اوبن بوفيه برمضان. لا بس شبه اوبن بوفيه، نحن نقدر نحدد وجبات يوميا في طبخ هذا خاص برمضان. حلو، هذا ما موجود بالمنيو، اضافي على المنيو. طبق اليوم يعني. طبق اليوم بالضبط. ففي اكلات جديده وهي طبخ، يعني مثل اللي تساوي ست البيت. حلو. وعندك فترة سحور أيضاً؟ وفي فترة سحور. زين. مسويها بأسعار معينة مثلاً، إنه مثلاً الشخص هل قد مبلغ يأكل اللي يريده، يعني يأكل وجبة. بتناسب كل الناس الأسعار، يعني مو غالي. مو غالي. مقبولة. يعني هسه من أسيل تجي رح تسوي له تخفيض لو لا؟ إيه طبعاً. أي خوش. إيه شلون أكل أنا؟ أسيل أكثر وحدة تأكل بالقناة. أستاذ محمود طبعا يعني سعيدين بلقائك، وإن شاء الله مثل ما كانت عندك سلسلة مطاعم بالشام تكون أيضا هنا لك سلسلة من هالمطاعم، وإحنا مع طبعا الطبخات السورية ومع الأكل السوري ومع أي شيء طيب، مو عبد الله؟ صحيح. شكرا لوجودك أستاذ محمود، ويسعد صباحك. الله يسلمك، هذا واجبنا. شكرا جزيلا.